وخلال حديث صاحب السمو حاكم الشارقة، تحدث سموه عن القروض الخاصة بإسكان المواطنين والمنح بهدف تحقيق الحياة الكريمة ورفع المعاناة عن كواهلهم. هذا عاد احنا عندنا نحن حسبة جديدة، هنا في حسبة جديدة ما بواضحة. صحيح انت رفعت هذا، طيب ما بالك اللي دفعوا من يوم ما كان يدفعون من 15؟ الآن البيوت التي تمنح أو المساعدة الإسكان لإسكان الشارقة التي تمنح الآن هي 25,000، تبدأ من الذي دخله 25,000. طيب ما بال اللي كانوا سبقه اللي قبل، كان أنت 18 و19 و20 و21، هذا كلهم دفعوا، يعني خذوا قرض. طيب كيف تعالج هذا؟ لا 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 لا، تعال تعال، بحولك انت انا مره ثانيه الى منحه، فلوسك اللي انت دفعتها برجعها.